صباح الخير لكم عن جديد مشاهدينا، وهلا بأول فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم بحياتنا وهو التعلق. نحن كلياتنا عنا حالة التعلق، نحن أشخاص متعلقين أو عنا مجموعة من التعلقات بأشياء بأشخاص بأماكن، وهذا الشيء بيكون كتير طبيعي، لكن بيصير مو طبيعي أو بيصير مشكلة لما بيكون الشيء بتحول لإدمان أو لهوس. ممكن هذا الشخص يعاني من فقد الشيء أو الشخص اللي هو متعلق فيه وبيتحول هذا لحالة من الإدمان. اليوم التعلق رشا يمكن في أشخاص بيكون عندهم كتير طبيعي، وفي أشخاص بيتحول معهم لمرض، لحالة مرضية. إيمتى اليوم نحن بنقول هذا التعلق فعلا طبيعي وإيمتى بيتحول معنا لمرض؟ حسب شخصية الإنسان واليوم قدرته على تجاوز أي شيء بحياته. نحن دائما بنقول يا للشخص اللي قادر يتحكم بمشاعره وبنفسيته وبيقدر يحط حدود لأي شخص بحياته. أحيانا بيكون التعلق بمكان، بشخص، بصديق، بعمل، ومثل ما قلنا وقت نفقد أي شيء متعلق فيه بحياتنا أو حتى الثقة يعني ممكن تكون مدمرة للإنسان ويدخل بحالة نفسية جدا سيئة. هذا الشيء رح يأثر على عمله وعلى علاقاته الاجتماعية وحتى على المحيط يلي حواليه. اليوم رح نروح لنتعرف على التعلق وأنواعه، إيمت نحن بنوصل لمرحلة الإدمان، وهل اليوم طبيا ونفسيا قادرين نتجاوز هاي القصة. معلومات مهمة حتجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة شفاء صوان، استشارية ومدربة تنمية ذاتية. صباح الخير يا دكتورة، أهلا وسهلا فيك. يا صباحك. التعلقات المؤقتة وتجاوز التعلقات، يا ريت كل شيء بحياتنا يكون مؤقت. هلا صباحك، اهلا وسهلا هلا بتعتمد على شخصية الإنسان، فكل ما زاد الإنسان داخله ممتلئ يعني غني بالداخل فهو ما بيتعلق بشيء بالخارج، فبصير الاكتفاء ذاتي وما بيكون في احتياج. التعلق بيأتي من احتياج، هو أساسه احتياج. أنا لما مثلا بتعلق بموبايل، بتعلق بتدخين، بتعلق بعادة سلبية، بتعلق بالسهر مثلا، عادات غير صحية، أكل غير جيد يعني غير صحي، هي كلها هي التعلقات، هي لما بنشوف أثر السلبي هم معناته نحن بحالة سيئة. حتى أوقات بتدهور الصحة وبيضلوا بيقولوا إنه لا مو مشكلة، أنا بضل باكل هذا الأكل اللي مو صحي، بضل مدمنة على الإنترنت، بضل إني أنا بدخن، بضل. وأوقات بيوصل يعني لمرحلة إنه الخطورة للمشافي. فكل ما كان الإنسان واعي بذاته، عنده امتلاء بهذا بالغنى الداخلي، إشباع، فهو إشباع تماما، فهو ما بيتعلق بشيء يعني لا بيتعلق بمنبهات، لا بيتعلق بحتى مسكنات، في ناس عندها هوس بالمسكنات يعني لا بيتعلق بنت، لا بدخان، لا بقصص ممكن سلبيه تاذي يعني او تاثر على حياته سلبيا. فينا نقول الشيء اللي ذكرتي تعريف التعلق. أيوة. بشكل عام اليوم نحن كيف بنعرف حالنا انه نحن متعلقين بشيء معين؟ كثير من الاشخاص يمكن بيتصرفوا او بيدمنوا شيء لكن هم ما بيدركوا انه هم هذا الشيء اللي عم بيصير معهم فعلا متعلقين بشيء معين. تمام. وغالبيه المتعلقين هن ما بينتبهوا لانه بيوصلوا لمرحله بيغرقوا بيدمنوا هذا الشيء اللي هو التعلقات اللي هي اللي حكينا عنها. فأول شيء إنه شوف قديه بيأثر سلبا، مثلا اكتئاب، حالات اكتئاب، النوم الكتير، إنه أنا بنام كتير من وراء هاي القصة. مثلا بيجي بدي أعمل رجيم مثلا، بصير باكل كتير بعدين برد بنام، بكتئب، ما عاد أحكي مع حدا. العصبية اللي بدون سبب، إني أنا بعصب بدون سبب يعني، أو بتكون أسباب بسيطة بس هو الواحد ردة الفعل بتكون كتير كبيرة. فهي كلها مؤشرات على إنه، أو إنه مثلا فقد شغل أو فقد شيء بحياته أو حتى فقد غرض، بيصير عنده هوس إنه وبيصير بيعيط وبيصرخ وبيعمل مشاكل بس لأنه فقد هذا الشيء، وهو أوقات مؤقتاً أوقات بيكون هو حاطه بإيده بمكان تاني وهيك. فنحن هي الأشياء المؤشرات هي كتير ضرورية لحتى نعرف إنه نحن عن جد عنا حالة مرضية ولازم نعالجها يعني. طيب دكتورة ذكرتي موضوع الاكتئاب والعلاقة بينه وبين التعلق، هل اليوم كل أنواع التعلق ممكن تؤدي لموضوع الحالة النفسية والاكتئاب؟ تماماً أكيد، لأنه نحن لما بنتعلق بشيء بصير هو بيملكنا مو نحن بنملكه يعني، فبصير هو اللي بيأثر علينا. مثلاً أنا متعلقة بإني كل يوم أشرب منبهات، خلينا نعطي أمثلة. تمام، كل يوم بشرب منبهات، أنا اليوم إذا ما شربت منبه فأنا عندي مشكلة، يمكن فقد بكير، يمكن ما عندي هاي المنبهات، شاي أو قهوة أو مثلاً مسكنات، يعني إنه أنا مثلاً عندي صداع أو شيء دغري بلجأ للمسكنات بدال ما أرجع للشغلات الطبيعية وأشوف أنا شو مشكلتي، ليش أنا صار معي هذا
هذا الصداع، يمكن مشكلة بالكولون، يمكن مشكلة بالمعدة، يمكن قلة نوم، يمكن ستريس وعصبية، أنا لازم أعمل ريلاكس وهدي حالي يعني. فنحن بنجي بنلجأ لأشياء فيها تعلق بدل ما نلجأ لأشياء هي تعالج، لأنه دائما الألم هو بيعلمنا، هو إشارة لحتى نحن نتعلم. فدائما لما بنتألم وبنكتئب، لما بنضوج، لما بنأذي أنفسنا بأشياء سلبية، لما بناخذ شغلات كثير سلبية مثل الدخان، في عنا ناس لما بيكتبوا دغري بيدخنوا بطريقة شرهة جدا وهي مؤذية، بعدين بالتالي بينقص الأكسجين، بصير عنده اكتئاب أكثر، بصير يزعل أكثر، بصير عنده مشاكل حتى بمعدته وكولونه أكثر، لأنه كلها بتأثر على الجسم. بدل ما يطلع مثلا يمشي ويتنفس، لأنه كمان أثبتوا علميا أنه المشي هو بيخفض كثير مستوى التوتر، كمان بيعالج أمراض وأشياء كثير ممكن هو الواحد هو عم يمشي، وشرب المي يعني وتنظيف الجسم يعني من هي السموم يلي نحن عم ناخذها بطريقة تعلقية مو بطريقة علاجية أنه نعالج هذا الشيء. تمام، ذكرتي دكتورة أنه يمكن تفاوت بين الأشخاص، في أشخاص بتتعلق أكثر من أشخاص، أو في أشخاص بتكون كثير خفيفة عندهم هي الحالة، مين هنون الأشخاص الأكثر عرضة للتعلق؟ هلأ كل ما كان الشخص عنده حب الذات قليل هو بيتعلق، يعني لانه هو بيتعلق به مثلا، حتى بيقولوا انه مثلا الارجيله والسيجاره هي تعلق، يعني مثل كيف الانسان كيف الطفل لما بيكون صغير بيتعلق بشيء فموي انه يمسك شيء يعني، فكمان نفس الشيء بيصير بيتعلق بشيء، بيصير كل ماله مثلا ترك شغله، ترك خطيبته، ترك سافر لمكان ثاني بيقول لك اتركيني انا بدي ادخن، انا عندي مشكله بدي افرغ هذا الشيء. وهو الافضل كان له انه هو يعالج الفكره اللي هو خلته يوصل لهي المرحلة من إدمان منبهات أو الأشياء اللي هي عم تغطي الألم هي، بس ما عم تعالج الألم. فالأفضل إنه الواحد يواجه، يحط السبب ويحط أنا شو الممكن بالمقابل ساوي شيء إيجابي يفيدني صحيا ونفسيا وروحيا لحتى أطلع من هي الحالة بطريقة إيجابية. معناتها الدكتورة اليوم التعلق مرتبط بموضوع الفقدان، فقدان أي شيء نحن متعودين عليه بحياتنا عم يخلينا نروح بحالات نفسية جدا سيئة، إن كان بالأشخاص، إن كان بالأماكن، بالذكريات وبثقتنا بالأشخاص اللي حوالينا. طب خلينا نرجع اليوم لنعالج القصة من الطفولة. تمام. هذا الطفل وقت اللي بيكون أنا عندي وقدرت إني أنا عوده إنه يحب ذاته، ولكن ما تصل معه لمرحلة الأنانية، قد إيه بيكون سهل عليه التجاوز؟ هلأ مرتبط بالاحتياج، أنا لما بحتاج شيء بيجي مثلا محتاجة للاحترام، بيجي شخص ما بيعطيني احترام وما بيقدرني بعملي ببيتي بمكان اللي أنا بكون فيه. أما لما بكون أنا غنية من الداخل، ممتلئة من الداخل، فبيجي لما بيجي شريك حياة، بيجي شريك حياة بيحترمني بيحبني لأني أنا أصلا ممتلئة بحب واحترام الذات. أما لما بيكون احتياج بيجي حدا بيزيد الألم يلي نحن بنتألم فيه أصلا، يعني بيزيد التعلقات بيزيد الألم. ليش؟ والألم هو رسالة لحتى نحن نفك هذا التعلق. وفي كتير تمارين وكتير قصص نحن يعني ممكن نفتح على اليوتيوب كيف نفك التعلق بأشخاص، بأشياء، بأماكن. في كتير ناس إذا انتقلوا من مكان لمكان بصير عندهم مشكلة، إذا تركوا شغل معين بصير يعني دمار شامل، يعني ما بيقدروا وقفت حياتهم عندهم يعني. فكل ما كان الإنسان يعني كان أوعى لذاته وغني ومستغني داخليا، أي ظرف يمر فيه هو بيكون سعيد وبيعرف إنه هذا خير، وأنا في شيء ناطرني بهذا المكان، ناطرني عند هذا الشخص، ناطرني بالشيء بالتجربة اللي أنا رح أعيشها، ناطرني بالشيء اللي أنا دائما بفكر انه هذا الافضل وانه هذا رح يغنيني ويكملني. اي مكان بيكون فيه او اي تجربه بيمر فيها او حتى الالم اللي بيتالم فيه هو رساله له اني انا عالج هذا الالم بطريقه صحيه، مثلا الم المفاصل، الركب، وقصص هدول الشغلات اللي نحن بنروح بياخذوا مسكنات بدل ما يعالجوا المشكله. مثلا بتكون المشكله مثلا وزن زائد، بتكون المشكله طعام غير صحي، بتكون المشكله سهر بالليل مع الغده النخاميه ما بتنظف الجسم لانه الواحد يعني ما نام بطريقه مريحه، فهي او الاصوات الصاخبه. ضروري نحن كثير نتواصل مع الطبيعه، ضروري نقعد لحالنا فترات، لانه دائما الحياه السريعه والروتين السريع بالحياه هو عن جد بخلينا نتعلق بالتعلقات اكثر، لانه بيصير عندنا ما عاد نشوف غير هي التعلقات اللي قدامنا. اما لما الواحد بيروح لمنطقة فيها طبيعة بيقعد بيتأمل، بيقعد لحاله بيفكر، بيراجع نفسه وحساباته وأشياءه، ما بتتجاوز هي المدة نص ساعة، لكن هي كفيلة إن كتير تفلتر شي جواتنا وتغير شي جواتنا لنبطل نتعلق يعني.
طب اليوم هدول الأشخاص اللي ذكرتيهم حضرتك، فعلا في أشخاص بيتحولوا أنه أنا اليوم خسرت عمل، خسرت شخص، خسرت أي شيء مكان، أنا اليوم حسيت حالي خلص حياتي وقفت ما بقى فيني أعمل شيء. هدول الأشخاص قديش هذا الشيء بيأثر على محيطهم، على عملهم، على صحتهم النفسية والجسدية أيضا؟ هلأ بيقولوا كل إنسان عنده مشكلة نفسية بيأثر على 10 أشخاص أقل شيء بحياته، فبيأثر ممكن على عائلته، على مكان عمله. فقد ايه يعني نحن لما نكون دعم لبعض وسند يعني دائما، وكمان غالبا نحن بالمجتمعات الغير واعيه بيصيروا بيزيدوا الطين بله، بيزيدوا مثلا هو متالم نفسيا وعم يتصرف تصرفات غير مقبوله، فبيصير عليه قصص والعين، وبيصير يتانب بدال ما يفوت الانسان لاعماقه ويقدر يعالجه او يدعمه ويسنده، لانه هو اصلا بحاجه لسند. لانه لولا لو كان في سند وحب حتى من ذاته، يعني هو لو كان ما في حب من ذاته او سند داخلي، يعني ضروري كثير المجتمع يكون متآلف معه لحتى يطلع من هي المشكلة. نحن المشكلة إذا واحد تصرف سلبي أو هيك، نحن بنزيد الطين بلة. لا، الحب والاحتواء، وإني أنا بقدر إنه أنت في جوهرك شيء كتير حلو لازم، وأنا بعرفه إنه موجود يعني، بس هو تغطى يمكن بالآلام، يمكن بالظروف اللي نحن عم نمر فيها، بالأشياء اللي نحن عم نمر فيها. ضروري يكون سند لبعض وحب لبعض ودعم معنوي، يعني دائما نشوف بعض، دائما نمدح الناس اللي حوالينا إيجابيا بكل الصفات. ما في إنسان إلا في صفات حلوة. ممكن يكون عصبي وغضوب، لكن يكون هو شهم وطيب وإنسان قلبه نظيف ما بيحمل حقد. فدائما نحن كل ما ضوينا على الأشياء الإيجابية بالناس حوالينا بنطلعهم من قصة التعلقات، بنطلعهم من قصة الأمراض والأشياء النفسية اللي عم يمر فيها. وكلنا معرضين لهذا الشيء، بالذات نحن عم نمر بظروف طلعات ونزلات. فكل ما كان الإنسان أكثر رحمة بالناس اللي حواليه، بيقدر يشوف أعماق هي السلوك والتصرف، بيقدر يتصرف معه بأفضل طريقة ممكنة يعني. هذا الشيء دكتورة يعني متعلق بالمحيط اللي حوالينا، بثقافتنا للوضع النفسي، ولا حالة مثلا التعلق اللي ممكن تصل للإدمان. بعض الأشخاص يعني خلينا نكون واقعين، بيروحوا بتعلقوا بشيء بغض النظر عن المسمى، فبيروحوا للهروب. ونحن بنعرف انه اليوم مواجهة اي مشكلة بحياتنا هي نصف الحل يعني، ولكن يمكن خوفهم، يمكن ضعف بالشخصية خليهم يهربوا لزاوية تانية. قديش اليوم نحن مواجهة مشاكلنا واخطائنا يعني بتخفف علينا المشكلة الكبرى؟ هلأ في مشكلة كمان خطرت ببالي جدا مهمة من نوع التعلقات والإدمان، هي إدمان العمل المتواصل. يعني بتلاقي ست البيت تقولي لها تعي طلعي مشوار، تعي عملي شي نشاط، تعي نطلع نتغدى مع بعض، تعي لعندي أو هيك، فهي بتقلك لا أنا عندي شغل كتير، أنا عندي كذا، ودائما تتحجج هي الحجة. لكن هو مثل القهري يعني، إنه هو تصرف قهري، هي عم تتصرفه تجاه ذاتها لأنه ما عندها حب للذات، أو عم تهرب من ألم نفسي عم تتعرض له بحياتها ببيتها أو حتى من الماضي. فهي عم تعاقب حالها بطريقة العمل المتواصل، تجلد نفسها تماما وتهرب بهي الشيء. فضروري جدا نواجه، نشوف ليش نحن هذا شيء غلط. مو صح انه الوحدة تضل طول النهار 24 ساعة هي عمل، وغلط الانسان يهدر نفسه وقدراته واشياء الحلوة وما يظهرها. ضروري نحن نعطي وقت لحالنا، وقت لراحتنا، وقت انه ما نسمع حدا غير الصوت الداخلي جواتنا، وقت انه كمان نسمع الناس المقربين لنا شو الآلام، شو الأحلام، شو الأشياء الحلوة. دائما بيقولوا إنه كمان إذا تحدثت مع شخص بشيء يسمع لك بشيء إيجابي ويحفزك، ضل قاعد معه. أما إذا عم يرجع لك آلامك وأحزانك ويخليك تطلع الآلام والأحزان اللي عندك، لا تقعد معه ولو كان بيحبك، لانه هون يعني ما عم يعالج هذا الشخص. هذا عم ممكن للحظه لفتره لشيء مؤقت انه هو يطلع يفرغ اللي عنده، بس كمان بالتالي انا لازم حفزه، لازم اقول له انه انت في شغلات كثير ايجابيه، في رح تغير اشياء بحياتك. فنشوف مين جلسائنا، لانه الجليس كثير بياثر على نفسيتنا، يا بيزيدنا تعلق، يا بخلينا اقوياء ونتعلق بانفسنا ونتعلق برب العالمين، لانه هو الدائم الوحيد، وما حدا دائم بهالدنيا. دائما الثابت الوحيد بهي الحياه هو التغيير. فدائما الحياه دائما بحاله تغيير، فما نتعلق بحدا، تعلق بالله ثم نفسك، فلا نفسك تخونك ولا ثم نفسك. الله راح تماما. طب اليوم اذا بدنا نحكي عن انواع التعلق، شو هي اصعب انواع التعلق وتاثيراتها على النفسيه؟ هلا اصعب انواع التعلق هو التعلق يعني الاشخاص. يعني ممكن شخص يكون بحياتنا كثير، يعني له مكانه معينه بحياتنا ونفقده. لازم في ناس لانه تعودوا، يعني انا لي صديقه بتقلي ابني صف سابع ثامن، وهو كل ما اطلع من البيت بيبكي،
يعني عم يتعامل كطفل يعني. فالفكره كل ما انه حملته مسؤوليات انه انت حامل مسؤوليه وانت بالنهايه انا مالي داينت لك انت بالنهايه تماماً. لما تتعلم لما تدرس لما تشتغل انت بالنهايه هذا لك انا بالنهايه مالي داينت لك ما ابوك ماله دايم لك. الحياه رح تتغير دائما رح تتعرف على ناس كثير يمكن كمان انت تسافر تغير حياتك تغير شغلات ناسك عملك دراستك المدرسه حتى بنلاقي اطفال لما بيطلعوا من المدرسه لمدرسه بيصير بحاله اكتئاب كلنا يعني مرينا بهي القصه لما تتغير المدرسه علينا وبيصير اصدقاء اجداد وبيصير بقى لا 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 يعني يعني يصير معهم يعني بأريحية بده وقت يعني بتاخذ وقت يعني. فكل ما كان تعلقنا انه انت دائما بالمكان الصح ودائما الله بيحطنا بالاماكن يلي هي بتخلينا اقوى واجمل وافضل اذا كان اعتقادنا هيك فحيتكون الاماكن اي مكان او اي شيء بنفقده او اي شيء رح يجينا متاكد انه العوض حيجي افضل اجمل اكبر لانه انا متاكده انه انا عندي هذا الظن فانا رب العالمين والكون حيعطيني من هذا الظن. ولما انا بظن انه وخلص نهايه الحياه وكذا وفعلا بتكون نهايه الحياه عند بس عند شخص بينتقل شخص بنفقده بحياتنا شخص يعني حياتنا شيء بيتغير معنا. فكل ما كان حبنا لذاتنا حبنا لاي شيء بنكون فيه هو اللي يعني خلينا يعني نكون يعني نعيش هاي الاشياء اللي النفسيه يعني فنتجاوزها. فكل ما كنا اكثر تعلق باشياء باشخاص باماكن بانانيه كل ما يعني كان امورنا صعبه بانه نتخلص من هاي التعلقات. دكتورة ما نشكر حضورك لليوم يومك هيك حلو وتعلق مؤقت وحب ذات بعيد عن الأنانية. شكرا لحضورك اليوم. يا أهلا وسهلا. شكرا لحضورك والمعلومات اللي قدمتيها.